سيادة الرئيس، أنتم أكدتم في أكثر من مرة أن مصر ستظل دولة ديمقراطية دستورية مدنية. أريد أن أعرف نظرة سيادتكم إلى المصطلحات الثلاثة ومفهومها تحديدا يا فندم. هو الحقيقة كانت القوى السياسية والأحزاب جميعها قد وقعت وثيقة عرفت حينئذ بوثيقة الأصل، وكان قبلها وثيقتين أخرين صدر من تحالف أحزاب كبير، لكن كل هذه الوثائق صبت في وثيقة الأزهر. وفي وثيقة الأزهر كان هناك إعلاء لقيم ومبادئ كثيرة ومتعددة، وعلى رأسها قيمة الحرية والعدالة والعدالة الاجتماعية. وكان هناك نص يتحدث عن الدولة المصرية وطبيعة الدولة المصرية، ما يجب أن تكون عليه في هذه المرحلة. وكان النص بالاتفاق أن الدولة المصرية في هذه المرحلة ما نحبه نحن المصريون لأنفسنا أن تكون دولة وطنية ديمقراطية دستورية حديثة. دولة وطنية ديمقراطية دستورية بمفهوم قانونية حديثة، حديثة بمفهوم مدنية اجتماعي، وأن الأمة الشعب مصدر السلطة، تمام، وأن هناك تداول السلطة. هذه العناوين، هذه المبادئ الأساسية بمعناها الواضح المستقر لدى الجميع هي التي تمت الاتفاق عليها، وهي التي ما زالت مرفوعة من الجميع ولا خلاف عليها، وهي التي أعمل جاهدا أن تتحقق على أرض الواقع دائما، وأن أحرسها وأرعاها لكي تتحقق. قطعنا شوطا كبيرا في كثير من هذه المبادئ. فمصر الآن حقيقة ديمقراطية، الانتخابات وما تم فيها سواء شعب أو شورى أو رئاسة كانت فيها حرية كاملة، وكانت يعني معبرة عن الناس وإرادتهم، ولم يكن فيها مخالفات قادحة، وكان القضاء مشرفا عليها كما نعلم بشكل واضح وجيد. مفهوم الدولة الحديثة وأن الشعب والأمة مصدر السلطة، هذا ما رأيناه، وهذا هو قرار الشعب في الانتخابات. تمام. مفهوم أنه تداول السلطة هذه يعني مسؤولية خاصة عندي أنا أرعاها لكي تتحقق، والآن الجمعية التأسيسية تضع الدستور لضمان مثل هذه الأمور أن تكون. احترام القانون، دولة دستورية القانونية واحترام القانون والدستور، هذا ما أقوم عليه ليل نهار حتى لا يحدث أي نوع من أنواع المخالفة للقانون، وتحترم أحكام القضاء أيضا لأنها جزء من احترام القانون واحترام أحكام القضاء المطبق لهذا القانون. نحن نتحدث عن الدولة المصرية التي نريدها جميعا، وهي الدولة المستقرة، الدولة القوية الفاعلة بهذه المبادئ التي تقوم عليها. لماذا إذن سيادة الرئيس يصر البعض على التخويف من تيار الإسلام السياسي رغم تعريفكم وتوضيحكم لهذه المصطلحات الثلاث، بالإضافة إلى توافقكم على وثيقة الأزهر؟ يعني مصر فيها حركة سياسية شعبية مجتمعية حزبية وغير حزبية كبيرة جدا، وهذه طبيعة المرحلة، وهذه من دواعي الاطمئنان بالنسبة للمرحلة، أن يكون هناك تفاعل حقيقي، أن يكون هناك إيجابية، أن يكون هناك تعددية، تعدد في الآراء، في الرؤى، في الفكر، في التفكير، في التعبير، في الحزبية. هذا أمر صحي جدا ومطلوب، ولا ينبغي أبدا لأي فصيل أو أي حزب أو أي تيار أن يخشى أو يخاف على نفسه أو على وطنه من تيار آخر، لأنه طبيعة الحركة وطبيعة الفعل التكاملي الذي أراه في المجتمع المصري يحتم التنوع. فإذا كان البعض يخشى من البعض الآخر، فأنا أريد أن أطمئن الجميع أنه لابد من إعمال حرية التعبير وحرية الحركة، حرية تكوين الأحزاب، تداول السلطة، إعلاء قيم زي ما قلت القانون والديمقراطية، والحكم هو الصندوق، والكل يتحرك في الميدان. فلا مجال لتخوف، ولا مجال لتربص، ولا مجال لعدوان أحد على أحد، طالما أننا نسير في ركب وفي إطار هذه المبادئ التي اتفقنا عليها. سيادة الرئيس، هل ستتم انتخابات رئاسية بعد الانتهاء من الدستور؟ هذا يعتمد على الدستور. أنا لا أتدخل
في وضع الدستور. الجمعية التأسيسية بمكوناتها المختلفة حتى الآن تقوم بهذا الدور في وضع المسودة الأساسية التي سيجري عليها حوار مجتمعي واسع، ثم يتفق على شكل نهائي من الجمعية بحرية تامة لهذه المسودة، ثم هذا يكون هو مشروع الدستور الذي يعرض على الشعب للاستفتاء، فإذا أقره أصبح دستورا وحينئذ واجب الاحترام. فما يأتي في هذا الدستور أنزل عليه وأحترمه وأطبقه حتى يتحقق مفهوم الدولة الدستورية. متى يتم ويحق للشعب المصري تقييم أداء الحكومة وللرئيس محمد مرسي تقييم أداء الحكومة الجديدة التي تولت منذ فترة قصيرة؟ الناس تنتظر نتائج على أرض الواقع وملامسها. لا، هو مسألة إبداء الرأي في الرئيس وفي الحكومة هذا مكفول للجميع. حرية إبداء الرأي والتعبير عن الفكر والاعتراك السياسي السلمي اللي موجود هذا مكفول، هذا حق لكل المواطنين. وأنا أكدت قبل ذلك أن حماية الرأي والفكر ووجهات النظر والنقد والنقد البناء والمتظاهر والاعتصام هذا واجب الدولة، وأنا يعني على رأس هذه الدولة. فإذن يحق للجميع أن يقولوا رأيهم في الرئيس أو في الحكومة، ويعبروا عن طموحاتهم، عن آملهم، عن رغبتهم في تحقيق حل المشكلات. كل هذا يعني مسألة مكفولة للجميع. سيادتك أضفت لي أنا لا أريد أن أقول لك لأستدرك، حيث أن الجميع يعلم أن حل المشكلات يحتاج إلى وقت، وأن هناك عندما نقسم الزمن إلى 100 يوم ثم إلى سنة أو اثنين أو غيره هذا تقسيم نوعي، لأنه الأولويات تحتم أن هناك مشاكل تحتاج أولوية في حلها أكثر من الأخرى. فإذا تحدثنا عن مشكلة المرور فهذه مشكلة حالة نبذل فيها جهد كبير جدا، تحسنت بعض الشيء ما زال تحتاج إلى المزيد. تحدثنا عن مشكلة القمامة فهذا مسألة في منتهى الخطورة بالنسبة لنا كلنا، بذل فيها جهد كبير جدا، ولكن ما زال هناك حاجة لمجهود أكبر ولفعل أكثر للتخلص منها نهائيا. تحتاج أيضا إلى وعي مجتمعي وحملة شاملة نحو وطن النظيف، أنا أعلنتها قبل ذلك، والحكومة تأخذ فيها خطوات كثيرة جدا. وهكذا المشكلات ذات الأولوية هي التي نقول عنها مشكلات الميت يوم، وهذه تقسيم نوعي للزمن. ولكن ما بال المشكلات الأخرى، التعليم، الصحة، الأسعار، الاستثمار، الاستقرار، كل دي أمور يجب أن تحل، لها خطة، لدينا تصور شامل، والحكومة بدأت وتعمل لمنع الأزمات، حل المشكلات الآنية الطارئة. لكن ده مهم، لكن المهم أيضا هو النهضة، التنمية الحقيقية، الانتقال إلى حالة الاستقرار والنمو الحقيقي. هذا جانب وده جانب، والاثنين يكملوا بعض. تمام. سيادة الرئيس، لمستم بل وعشتم التحديات التي واجهت الشعب المصري، ماذا في جعبة السلطة التنفيذية تحديدا من خطط سواء قصيرة المدى أو بعيدة المدى كإسعافات للشعب اللي يلمسها على أرض الواقع؟ يعني أنا كلمة الإسعافات هذه يعني كلمة واجبة أن احنا نقول دي حل الأزمات الطارئة، لأنه ميراث الفترة السابقة يعني يثقل كاهل المصريين كله. إذا كنا بنتكلم عن استثمار كان له توجيه زي ما قلت لفساد على الرغم من ضخامة هذا الاستثمار. إذا كنا بنتكلم عن موارد الوطن فهي كثيرة جدا ومتعددة، ولكنها أسيء إدارتها وأيضا حدث فيها فساد كبير جدا. إذا كنا بنتكلم عن استقرار حقيقي فله خطوات. حل الآن للمشكلات وحل الأزمات دي مسألة واجبة ودي بتاخد وقت، لكن إذا تحدثنا عن الاستثمار فإحنا بنتحرك حركة كبيرة جدا في مجال الاستثمار. الاستثمار بصفة عامة، ولكن الاستثمار الانتاجي، لكن هناك استثمار تجاري ايضا، هناك استثمار زراعي وصناعي. فانا الحركه الخارجيه لكي نجذب مستثمرين واستثمار قبلها لابد من المستثمرين المصريين انفسهم
يعني يجد المناخ المناسب، وأنا أرعى ذلك رعاية مباشرة. وأنت تعلم أن احنا لدينا في الحكومة والقطاع العام وقطاع الأعمال أكثر قليلا من 6 مليون، لكن لدينا في القطاع الخاص الاستثماري والإنتاجي حوالي 17 مليون. يضاف إلى ذلك باقي أبناء مصر، أصحاب المعاشات، الحرفيين، أصحاب التجارة، أصحاب المشاريع الصغيرة الخاصة، كل هؤلاء يعيشون على هذا الوطن. تمام. فإذا احنا بنتحدث عن مرحلة انتقالية لا أريدها أن تكون مرحلة طويلة، فيها دفع نحو المزيد من الاستثمارات، تشجيع هذا الاستثمار، تذليل العقبات لهذا الاستثمار في مجال الصناعات البترولية، البتروكيماويات، وده مهم جدا لأن احنا نحتاج إلى الوقود عشان الطاقة وعشان الإنتاج وعشان الكهرباء، وعشان في مجال الصناعات الزراعية ده مطلوب جدا جدا. السلع الاستهلاكية بصفة عامة فيها استثمارات كثيرة جدا واحنا بنشجعها. أنا تحركت في العالم الخارجي من أجل جذب هذه الاستثمارات سواء شرقا أو شمالا أو غربا بعد ذلك أو جنوبا حتى في إفريقيا. مياه النيل وترشيد استهلاك وحرص على تواصل مع إفريقيا للحفاظ على منابع النيل وموارده. نحن نتحدث عن منظومة متكاملة، الحكومة وضعت خطة متكاملة في كل المجالات. أنا أرى أننا نتحرك رويدا رويدا في هذه المجالات لاستثمار حقيقي، لتنمية حقيقية، ثم لحل مشكلة، مش ثم حل المشكلات قبل ذلك، عندما تطرأ شيء يعني يحل هذا الشيء في حينه، يعني نقلل حجم المعاناة لدى رجل الشارع المصري. هل نستطيع تحقيق النهضة سيادة الرئيس؟ بالتأكيد نعم، ودافعي لأن أقول نعم بقوة هو ما أعرفه عن الشعب المصري وإرادته ورغبته في أن فعلا يحقق هذه النهضة. لدينا إمكانية النهوض، لدينا إمكانيات ضخمة للتنمية، أهدرت وسيئت إدارتها، كفاءة التشغيل ضعيفة جدا. نحن نسعى دلوقتي وخلال لمس الجميع خلال وقت قصير مضى أن هناك تحرك نحو استثمارات، ترشيد الإدارة، توجيه الموارد، توزيع عادل لهذه الموارد، إقلاق تام لكل منابع الفساد، تغييرات تدريجية في المؤسسات التي فيها فساد، الأجهزة الرقابية، الأجهزة التي تبحث عن الفساد والمفسدين، هذا تراث يعني نعرفه جميعا، هذا ميراث وليس تراث بمفهوم التراث الجيد، هذا ميراث أثقل كل كواهلنا كلنا. إن شاء الله بنتخلص من السلبيات رويدا رويدا ونتدرج في الإيجابيات.